الثقه في البنات شحال خايبه. واحد الخالي يجي من العاق هبط للمغرب يقلب على شي بنت الناس باش يتزوج بها، ولكن داكشي اللي غادي يوقع قليل فاش كنسمعوه، واللي غادي يجي الرعب في مدينه الدار البيضاء ديك الوقيته. الدراري والبنات الصغار اللي خلال 15 عام يخرجوا من الفيديو باش تدخلوا عتب الليل وجاكم الكوشمار ما تسبيوهاش في المعيار. في 1997 في مدينه الكويت كان واحد الخارجي خدام تماك خدمه عاديه، ولكن فاش مات باه خلى ليه العاقه خلى ليه البركه. وهذا محمد الخليجي كان عنده واحد خوه مجوج بواحد المغربيه، مجوج بها ولد معاها وساكنين في الكويت. ومحمد كيشوف مرض خوه المغربيه كيفاش كتطيب وكيفاش كتهلا في الدار وفي راجلها. وصافي هاد محمد ولات عنده واحد الفكره باللي كاع المغربيات دايرين بحال هكا، كيعرفوا طيبو وزوينات والله يعمرها دار. محمد قال انا عندي 30 عام وبغيت تنكبر صافي غاسين نتزوج، ويقبض كونجي وهبط للمغرب. وبالضبط المدينه اللي هبط ليها هي مدينه كازا دار بيضاء. جا هو وولد خالته للدار البيضاء وغادي يجلسوا شهر في كازا. وبدا محمد الخارجي كيتسركل في كازا وكيمشي مره لي بواط، حتى لواحد النهار غادي يتلاقى مع واحد البنت سميتها يمنى. ومحمد مع شافت يمنى قال واه على بنت شحال زوينه ويتم ديريكت قصدها. هاد البنت يمنى كانت بنت كازا وعندها 18 عام. ومحمد كما قلنا زعم ومشى عندها، ومعه هو ما عندوش خبره في البنات، ما عندوش مع البنات بزاف، مع قال لها السلام عليكم، مع قال لها بغيت نتزوج بك عجبتيني داكشي به فيه. ويمنى قالت واه من هذا واش حمق ولا مالو، مع السلامه عا بغيت نتزوج وما تاقتش فيه. وقالت بلي هاد الخليجي يجي يبغي يتفلى عليا. وواخا هكاك تعرفوا بجوج وبداو كيخرجوا، ويمنى كانت طماعه بغات غير فلوس. والعلاقه ما بيناتهم طورات. واحد النهار الخليجي محمد جا عندها تا اللحي تاعها السيكتور وطلع عليها البلاصه فين ساكنه. ويمنى كانت ساكنه مع خوها في واحد الدار وما كانت لا خدامه ما والو، وعطيها غير الطوران. وعاودات محمد القصه تاعها ولكن ما كانتش الحقيقه كلها. ومحمد مع كان نيه وما عندوش تجربه مع البنات تاق فيها وقال هاتي هي البنت غادي نتزوج بها. ولكن الحزن ما فرش احمد هو باللي كان كيخرج مع جوج البنات هو ما فراسوش، ما فهمتو والو ياك. يمنى كانت عندها واحد اختها سميتها يسرى، ويمنى ويسرى تويميات كيتشابهوا ما تفرقش بيناتهم. ومحمد ما كانش فراسو باللي مره كتجي عنده يسرى والمره اخرى كتجي عنده يمنى، حيت كيتشابهوا وهو ما كيدي ما كيجيب. وكانوا بجوج متفقين عليه وحافظين صواريهم وكيعاودوا اشطرا باش حتى وحده ما تغلط فيهم. والفرق الوحيد ما بين جوج تويميين هي يمنى كانت عندها واحد التوحيمه في جبهتها هنايا، توحيمه باينه شويه، ويسرى ما كانتش عندها. وهذا هو الفرق الوحيد بيناتهم، طوله قد قد، الوجه، الشعر، كلشي بحال بحال، الملامح كلشي بحال بحال، حاجه وحده هي التوحيمه. وكانت يمنى وقت ما خرجت مع محمد الخليجي كتخبي ديك التوحيمه، كدير ليها الماكياج باش ما تبانش. وحتى لواحد النهار يمنى نسات ما دارش الماكياج للتوحيمه وخرجت هكاك بالتوحيمه تاعها. مع التلاقى مع محمد بداو كيدويو ويحس بها بحال التغييرات، واه انت يا التوحيمه ما كانتش فيك البارح واليوم فيك، كيدرتي ليها؟ محمد زاد دخلو الشك. وداك النهار فاش جات التوحيمه تاعها قال لها شوفي اما غتقولي لي اش كاين ولا غنساليو حنا كاع هادشي. ويمنى باش كثر عليها محمد الهضره قرات ليه وقالت ليه اش كاين، قالت ليه بلي عندي واحد اختي تويميه كتشبه ليا سميتها يسرى. ولكن الحاجه اللي ما قالتش ليه، ما قالتش ليه بلي مره كنت كتلقى معايا انا ومره تتلقى مع اختي، ما قالتش ليه هادشي، قالت ليه بلي انا ديما اللي كنتلقى معاك. وهنا فاش كذبات عليه محمد واخا كان النيه ما تقش فيها وعرفها بلي كذبات عليه في شي حاجه، ويقول لها شوفي غدا غتجي انتيا وهاد اختك التويميه وغادي نتلاقاو. ورغت ليه دوك جوج تويميات وجدوا راسهم وتقادوا باش يتلاقاو مع محمد، ولكن ما غايجوش بوحدهم، غادي معاهم واحد صاحبتهم سميتها صفاء. وهاد جوج تويميات يمنى ويسرى فاش كيوقفوا حدا صاحبتهم صفاء ما كيبقاوش كيبانوا. صفاء كانت بنت تيتيزه طاع بالصح وقرايه. محمد كان كاس في القهوه كيتسناه هما يتمو جايين بثلاثه، سلم عليهم، سلم على التويميات، مع سلم على صفاء قال واه على بنت شحال زوينه. نسى هو كاع دوك جوج تويميات ونسى كاع داك الموضوع وبقى كيشوف صفاء. واخا هكاك محمد مطمر ما كيشوفش فيها بزاف ولكن تشروط فيها. وبداو كيدويو بجوج وعرف بلي دوك التويميات عقلهم خاوي، بغاو يسافروا ويخرجوا ويضحكوا، ما عندهمش شي هدف في حياتهم، ما كيشوفوش بعيد. السلام عليكم الاصدقاء، كيدايرين بخير؟ شكرا لكم، شكرا لكم على الدعم الرهيب والاسطوري. ما فيها باس الاصدقاء تعطوني واحد اللايك وتبارطاجيو الفيديو، ضروري تبارطاجيو مع فيه عبره. وما تنساوش علاش كنديروا هاد الفيديوهات كاملين على قبل الليل الاجرام، وما كرهتش اي واحد دابا كيشوف اي واحد دابا يهبط في الاخر تاع الفيديو ويكسب لا للاجرام. والاصدقاء والحباب اللي كيتفرجوا في قناه يوتيوب واش كتنساو ما كتشتركوش كتمشيو مع القصه، حيت 70% نتاع الناس ما مشتركينش، وكنتسنى الدعم نتاعكم باش تشتركوا باش تحفزونا
وترقي تسوارين حيت داك الاشتراك تاعك غادي يحفزنا بزاف. وحتى الاصدقاء والحبايب اللي كيتفرجوا في الصفحه تاع الفيسبوك اشتركوا في الصفحه، ضروري تشتركوا باش يجي موصلكم الجديد وحنا تحفزونا ونترقي تسوارين والمحتوى يطلع للفوق ونحاربوا المحتوى التافه. ودوك جوج توميات يمنى ويسرى كما قلنا ما عندهمش هدف في حياتهم وما كيشوفوش بعيد وبغاو غير يضحكوا ويخرجوا يسافروا، وبالعكس تاع هادشي صفاء كانت زوينه عليهم وزيد على هادشي قاريه وبغات تكمل قرايتها، وهادشي اللي خلى محمد الخليجي يزيد يتشروط فهاد صفاء وينسى دوك جوج توميات، ودوك جوج توميات حسوا بشي حاجه ماشي هي هاديك. كملوا الخرجه تاعهم ومحمد عيط على الشيفور تاعو قال ليه شوف وصل البنات كل وحده وصلها لدارها، ومحمد ريح ديك الساعه وبدا يقول ناري اش درت ماني زربان ماني كنزرب، انا مبقاش بيديك يمنى دوك التوميات انا بيت صفاء الزين والقرايه. محمد كان مريق علاش دار عيط على الشيفور وقال ليه شوف لي الدار فين ساكنه صفاء وجيب لي النمره تاعها. وداكشي اللي وقع الشيفور وصل التوميات هما الاولين لدارهم، ومن بعد وصل صفاء مع بيت هبط الشيفور قال ليها شوفي راه محمد بغى النمره تاعك ضروري بغيتو معاك في واحد الموضوع، وقال لي عاوتاني هاد الهضره. محمد قال لي هاد الهضره ما تقوليهاش لدوك التوميات. وصفاء قالت لي واخا ما نقول حتى شي واحد هاد الهضره هاجي، وعطاتو النمره تاع الفيكس تاع الدار. هاديك الساعه في 1997 قليل اللي عنده التليفون يهزو معاه. وداكشي اللي وقع محمد جاب النمره تاع صفاء ودور ليها بقاو كيدويو حتى لواحد النهار هما يتلاقاو بجوج. محمد مع تلاقى مع صفاء مع سلام صفاء بغيت نتزوج بك داكشي عاودتني بيه فيه، قال ليها عجبتيني وبغيت المعقول. صفاء بدات كتشوف فيه وتقول لي من نيتك ياك انت بغيتي تتزوج بيمنى. محمد قبض لها في يديها وقال لها اجي نعاود لك واحد القصه اش وقع ليا مع يمنى، وعاود لها كاع داكشي اللي وقع ليه مع دوك التوميات. وصافي كملوا الهضره وخرجوا وبداو ديما كيخرجوا بجوج صفاء ومحمد. ترى واحد النهار خرجوا بجوج ومحمد قال لصفاء ايوا اش ناويه ديري في المستقبل؟ صفاء قالت ليه بغيت نكمل قرايتي بنقرا في واحد المدرسه، ويقول لها محمد ايوا اش كتسنى سيري قراي باش تجي تيبلون. صفاء قالت ليه لا باقي ما يمكنش ليا نمشي نتقيد دابا حيت ما عنديش الفلوس. قالت ليه باقي ما كملتش الفلوس تاع المدرسه قدر العام الجاي ولا العام الاخر نتقيد فيها. محمد ديك الساعه جمع النوضه وقول لها يلاه معايا دابا لهاد المدرسه، مشاو للمدرسه ودخلوا وسول على الثمن، قالوا ليه بلي الثمن تاع الدبلوم 5 مليون مغربيه ديك الساعه في 1997. محمد ما تردش ديك الساعه مشى جاب الفلوس وخلص ليها 5 مليون. وصفاء منين شافت محمد خلص عليها 5 مليون صافي تشروطات فيه وثقت فيه وقالت بلي هاد السيد معقول. ولكن في هاد الوقيته يمنى بات حماق ما عرفاتش علاش محمد ما بقاش بيدوي معاها. من داك النهار فاش جابت صاحبتها صفاء وتفارقوا في القهوه ما بقاو دواو. وحتى لواحد النهار محمد كان بيعاود يمنى اش واقع حيت فرعات ليه راسو بلي صابيل كل ساعه مدور عليه كل ساعه مدور عليه، وهو ما عمرو ما جاوبها ديما كتدور ليه وما كيجاوبهاش. وكان حداه ولد خالته ويعطيه التليفون وقال ليه هاك دوي مع يمنى. ولد خالته دوا معاه وقال ليها شوفها يمنى محمد غير نساه ما بقاش بغاك وغادي تتزوج بواحد البنت اخرى. ويمنى قالت ليه والو قول لي شكون هي هاد البنت اللي غيتزوج بها محمد. وذاك ولد خالته هنا فاش شقى قال ليها محمد غادي تتزوج بديك البنت اللي كانت معاكم ذاك النهار صفاء. وديك يمنى مع سمعات هادشي تبورش عليها لحمها وطفات التليفون وما كرهاش في ديك اللحظه تقبض صفاء وتصفيها ليها. يمنى ديك الساعه مشات تجري عند اختها التواميه وقالت ليها اش واقع، قالت ليها بلي محمد غادي تتزوج بصفاء وما يبسو حوايجهم جوج وخرجوا وتموا غادي للدار تاع صفاء، وبداو كيدقوا في الباب وكيعيطوا عليها، ولكن صفاء ما حلتش عليهم حيت ما عندهاش الوجه باش تدوي معاهم، عارفه راسها بلي شقاتها ودات ليهم محمد. ولكن خو صفاء قال واه اش واقع شكون هذا اللي تيغوت شكون هذا اللي تيضرب في الباب، ويتم خارج حل الباب. ما حل الباب خوها دخلوا بجوج كيجريو ويقول لهم مالكم انتم ما كتجريو، دخلوا بجوج وطلعوا عند صفاء وقول لهم واش بصح غادي تتزوجي محمد الخليجي. وصفاء وهي ميته بالخلعه قالت لهم اسمحوا لي. ودوك جوج توميات فاش سمعوا هاد الشيء تقلبوا وتمروا داروا بحال ما وقع والو، ويقولوا ليها لا حنا دابا فاش خاصنا نعاونوك حنا سنين حنا صحابات ودابا فاش خاصنا نوقفوا معاك ونعاونوك، وقالوا ليها راه فرحنا ليك بزاف. وصفاء في الاول ما تيقاش قال لهم بصح قالت لهم شكرا لكم بزاف حيت صفاء كانت نيه. وبداو كيدوب ثلاثه واحد شويه صفاء مع كانت نيه هي بزاف عاودت لهم كل شيء، قالت لهم بلي غدا مزكيه مع محمد الخليجي غنخرج انا وياه. ودوك جوج توميات اش قالوا ليها؟ قالوا لها صافي شوفي غدا غتجي عندنا للدار غادي نكتو لك شعرك ونديرو لك الماكياج تولي كتباني بحال شي قمر. وصفاء مع قلت لكم راه نيه قالت لهم صافي انا غدا غنجي عندكم وصيبوا لي شعري وديروا لي الماكياج. وداكشي اللي وقع الغد ليه مشات عندهم، وهنا فاش غادي يبدا الرعب. صفاء دخلت للدار دخلوها لواحد البيت وسدوا البيت وجلسوها فوق واحد الكرسي
باش يصيبوا لي عشعره. يوم اللي قالت لصفاء انا غنصيب لك واحد الكويبا غتحمقك، مشات كتشري هزات واحد المصلوح قديم خاسر ما خدامش وتاع الحديد، ومشات للكوزينه وحطته فوق البوطه وشرات عليه العافيه مزيان حتى ولا احمر. ويوم اللي تما تهز المصلوح وجايه عند صفاء مع شفتها اختها، جرات الشعر تاع صفاء باش تحكموا فيها ويتحط ليها المصلوح على وجهها، دوبات ليها نيفها، الملامح تاع وجهها كلهم مشاو ليها وبدات كتغوت. وهما كيديروا هاد الشو فرحانين وكيضحكوا باش يبردوا داك الغيره من جهه صفاء، وكتشوف الغيره ما بين البنات فين تقدر توصل بنادم. الملامح تاع وجهها مابقوش كيبانوا وما حبسوش هنايا، هبطوها بشوش تشيحوها. ويومنا بدات كتهز داك المصلوح وكتردخ ليها على وجهها، كتضرب ليها راسها حتى فرشخات ليها راسها، وما حبسوش عاوتاني. هنا ميتة البنت والدواجيه تصرب وجبدوا الماس وبداو كيشرطوا ليها لحمها، شرطوا ليها كاع لحمها، خربقوه ليها وعلقوها بحال شي حولي. وهاد الشوش بنات راه ماشي بنات، هادو راه وحوش. مشاو جابوا واحد الزربيه قديمه وقبضوها وحطوا صفا وسطها ودوروا عليها الزربيه، وجابوا جافيل والتيت والصابون وسيقوا الطار حيدوا ريحه السفوريه والدم. يمنى ويسرى هزوا الطحيه المنويه والزربيه، هزوها بحال هكا وداوها لواحد المدرسه حداهم مهجوره، لوحوها فواحد الجرده كاينه في ديك المدرسه مهجوره ورجعوا في حالهم. والحباب باش نطول عليكم القصه حيت لفتت بجيت ندير لكم التفاصيل، البوليس كيفاش تقبضوهم طويله. البوليس في الاخر قبضوهم وعرفوهم بلي هما اللي داروا هادشي، فاش داوهم للكوميساريه نكرو، وكل وحده كتسبيها في الاخرى كتقول لهم لا هي، والاخرى كتقول لهم ماشي انا هي. ولكن في الاخر اعترفوا وقالوا كلشي وحكمت عليهم المحكمه بالمؤبد، وباقي الان كيدوزوا الفتره تاع السجن تاعهم.